العسكري التقني والتعاون الإنساني. مزيد من التفاصيل مع مراسلتنا لينا كيمون. في اليوم الثاني من زيارته إلى موسكو، التقى الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لمناقشة أفاق التعاون الثنائي. وقال ميدفيديف إن موسكو تأمل باستئناف التعاون مع اليمن في كافة مجالات بما فيها التعاون العسكري الفني. نأمل في تطوير التعاون الاقتصادي المتبادل مع الجمهورية اليمنية، كما نأمل في مواصلة التعاون واستئناف الاتصالات في جميع القضايا التي أجرينا ونجري بشأنها حوارا بناء ومثمرا، بما في ذلك عمل الشركات المعنية ومواصلة التعاون في شتى المجالات بما فيها التعاون العسكري الفني والتعاون الإنساني. ويعد اليمن زبونا دائما لشراء مختلف الأنواع من الأسلحة الروسية والسوفيتية منذ عقود، والآن يهتم بشراء العربات المدرعة الروسية من مختلف الأنواع ووسائل الدفاع الجوي والأسلحة الخفيفة والزخائر والمحركات لنقلات الجنود المدرعة. وتحتاج صنعاء الآن إلى تصليح المروحيات الحربية والمدنية، وترغب في شراء نماذج جديدة كذلك، وتدعو الخبراء الروس لصيانة المقاتلات من طراز ميغ 29 وإيلوشن 76 وغيرها. وناقش ميدفيديف وهادي عددا من القضايا الدولية بما فيها تصوية الأوضاع في اليمن نفسه. وثمن الرئيس اليمني عاليا دور روسيا في تسوية الأوضاع في هذه البلاد بعد أحداث 2011، وتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. وقوف روسيا مع بقية الدول في مجلس الأمن إلى جانب اليمن كان عامل مساعد في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكان لقراري مجلس الأمن 2014 و2051. هذه القرارات أعطت طابع ممتاز جداً لكونها اتخذت في مجلس الأمن بالإجماع، وهذا ما جعل الجانب اليمني أن لا يذهب إلى حرب أهلية. وتمنى ديمتري ميدفيديف للرئيس اليمني التوفيق في توطيد سلطة الدولة على الأراضي اليمنية. اللافت أن العلاقات الروسية هي علاقات ودية وتاريخية، ويحتفل هذه السنة بالذكرى 85 لإقامتها. إلى الشيشان، حيث شبح